السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان. من المعبر الحدودي القرقرة، أحزاب سياسية وطنية تعبر في بيان مشترك عن تجندها الدائم وتأييدها المطلق لجلالة الملك من أجل المحافظة على الوحدة الترابية. اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا تعقد اجتماعا توقف عند آخر الاستعدادات لعملية التلقيح التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة. ومجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021. أهلا بكم. نستهل النشر ببرقية تعزية ومواساة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيدة آن آيمون جيسكار ديستان على إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. مشروع إرهابي يستهدف أمن واستقرار المملكة يتم تحييده اليوم، خلية يشبه في كونها إرهابية موالية لتنظيم داعش تنشط بتطوان، يتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيكها على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. حسين الحنشاوي. على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية يشبه في كونها إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان، عملية تتم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة. التدخل الأمني الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية التي يشتبه في كونها إرهابية تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف داعش بالمنطقة السورية العراقية. الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء الإفادات الأولية لأعضاء هذه الخلية مكنت من تحديد مسكن في المدينة القديمة بتطوان كانوا يستغلونه كمكان آمن لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية، وبإرشاد من المشتبه فيهم تم الانتقال للمسكن المذكور وإجراء مسح كامل لمشتملاته ومرافقه من طرف تقنيي الكشف عن المتفجرات بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية لضمان سلامة السكان والعائلات المجاورة. عمليات التفتيش التي أجراها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة بهذا المسكن الأخير وبمنازل المشبه فيهم أسفرت عن حجز راية من الثوب تجسد شعار تنظيم داعش ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم لهذا التنظيم ومجموعة من الأسلحة البيضاء المتعددة الأنواع والمختلفة الأحجام ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية، كما أن إجراءات التفتيش مكنت كذلك من حجز مجموعة من المعدات والمستحضرات الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، من بينها أكياس تحتوي على مادة الكبريت والفوسفور وبراميل تضم وقود البنزين وقنينات مملوءة بالكحول الحارق وأكياس معبأة بكميات كبيرة من براغي لولبية وكريات معدنية ومسامير، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وبطاريات إلكترونية وقنينات زجاجية فارغة يشتبه في تسخيرها لتحضير قنينات المولوتوف ومواد سائلة مشبوهة سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية لدى مختبر الشرطة العلمية والتقنية.
المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد إذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم الدولة الإسلامية وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية. كما أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم قاموا بعدة زيارات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة أو باستعمال أساليب الإرهاب الفردي في عمليات تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتل تنظيم داعش. وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية التي تؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم داعش. وحول تفاصيل تفكيك هذه الخلية المشتبه في كونها إرهابية نتابع تصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية. اليوم تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني وبناء المعلومات الدقيقة الاستخباراتية لوفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واللي ديما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتوفر المعلومات الدقيقة من أجل الاستغلال ديالها في الجرائم الإرهابية. وهذه المعلومات مكنتنا من باش نوضع واحد النشاط ديال واحد الخلية مكونة من فيها ثلاثة ديال العناصر، كاين شطوق هنا بالمدينة ديال تطوان، وهذا النهار هذا انتم كما لاحظتوا العمليات اللي تمت كانت في حي بجراح، بجراح السفلى وبجراح العليا وبجراح السفلى اللي هو الكريان. كيف ما كتلاحظوا بعد الإيقاف ديال هاد العناصر ملي شديناهم وهادي انتقلنا معاهم بالإرشاد ديالهم وبالدلالة ديالهم جابونا لهنايا ورونا المكان، واحد المكان اللي هما كانوا كيستغلوه باش التحضير ديال المخططات ديالهم، اللي هو هنا في المدينة القديمة في ما يسمى بالملاح. هذه الخليه المكونه من ثلاثه العناصر اللي هم الاعمار ديالهم كل واحد ما بين 21 حتى 38 سنه، كلهم متشبعين بالفكر المتطرف. ونعود نكرر على ان هذا التفكيك جاء ثمره ونتيجه ديال المعلومات الدقيقه والاستخباراتيه اللي كتعطيها دوما ودائما المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، اللي كتكون يعني اللي كتساعد في التفكيك في العمليات ديال الايقاف. من بعد ما انتقلنا بالارشاد ديال هاد الناس هادو لهاد البيت اللي هما كانوا مستغلينه كمكان اللي كيعتبروه مكان امن ويتخذوه، يعني بالنسبه لهم هما يظن منهم على ان حتى شي واحد ما غادي يشوفهم، حتى شي واحد ما غادي يعرفهم بانهم هنا لانه حي شعبي، ولكن لقضاء ديال الاجهزه الامنيه دائما كتدخل في اطار التتبع هذه تمكنت باش تحدد المكان ديالهم وتمكنت باش نعرفوا باش نتبعوا معهم هاد الاجراءات. هنا العمليه ديال التفتيش اللي تمات بعد ما قمنا بالاجراءات اللي هي ضروريه ديما كنديروها في اطار اللي هو معروف من اجل يعني درء لكل خطر محتمل باش ما نعرضوا شيء للحياه ديال الاشخاص للخطر والحياه ديال الناس ديال تدخل الخطر. درنا كان الحضور ديال القوات الخاصه، يعني بالحضور اللي هو حضور فعلي وانتم كتشوفوه دائما، وكانوا الناس ديال مسرح الجريمه اللي بعد ما عرفوا اشنو داروا الخدمه ديالهم، وقبل ما نديروا اي اجراء رحنا شفنا الساكنه السكان الجوار اللي درنا الابعاد ديالهم وبعدناهم لاش تحسوا باي طارئ لا باش على السلامه ديالهم. وهادشي دائما انتم كتلاحظوا يعني مسبقا خصنا نتخذوا الاجراءات، لان السلامه الجسديه والشخصيه للممتلكات ولا اي حاجه هي الشغل الشاغل ديال المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني والاجهزه الامنيه بصفه عموميه. احنا العمليه ديال التفتيش اللي تمت داخل هذا المكان اللي هو تاخذوه الاعضاء ديال الخليه
يعني نقولوا كمخبأ او ك هذه يعني تم العثور، تم العثور والحجز كميات واحد بعد مجموعه من الاسلحه البيضاء، يعني مختلف الاحجام ديالها، مختلف الاحجام، ومواد يعني كيميائيه مشبوهه ومستحضرات، وكلها تدخل في صناعه العبوات الناسفه. هذا العمل الدؤوب اللي كتقوم به المصالح المكتب المركزي للابحاث القضائيه اللي هو تابع للمدير العام مراقبه التراب الوطني دائما، وفضل المعلومات والمعلومات الاستخباراتيه اللي كتوفرها هذه المديريه، مكن منا من تحييد هاد المخاطر، تهديد هاد المخاطر اللي كتهدد الامن، تحدث بامن المملكه وبسلامه المواطنين. بالنسبه لهذا الاجراء، لهاد المحجوزات كلها غادا تحال على المختبر معهد العلوم الأدلة الجنائيه، يعني الجهه المختصه، من اجل اجراء خبره عليها لمعرفه يعني الفاعليه ديالها بالضبط وتحديد الطبيعه ديالها، وكلها اللي هي كلها كتصب في صناعات العبوات الناسفه، كلها مواد يعني كتشكل خطر على السلامه. هاد العناصر الثلاثه اللي هما كيشكلوا اعضاء الخليه راهم غيتوضعوا تحت تدبير الحراسه النظريه بعد التنسيق مع النيابه العامه وباشراف النيابه العامه المختصه اللي هي مكلفة، وهما مثلا اللي خاصه مكلفه بقضايا الارهاب، في حين الاسمام البحث معاهم. وحنا كما كتعرفوا غادي نشوفوا من بعد، نشوفوا هذا البحث اللي غادي يدير، يمكن يعطينا حوايج اخرين، يمكن يعطينا امتدادات اخرى، يمكن يعطينا ارتباطات اخرى، علما ان من بين المحجوزات اللي هي طلقات، من بين المحجوزات اللي طلقات هذه كاينه واحد الوثيقه كتبين على ان هاد العناصر بايعوا الخليفه المزعوم لما يسمى بتنظيم داعش، بالاضافه الى كتاب كيجسد يعني وكيحرض على بزاف على الجهاد، ما نقولش على القتال وعلى بزاف ديال الحوايج. ثانيا اللي مهم في هذه الخليه هو ان احد العناصر ديالها عنده قرابه باحد المقاتلين في الساحه السوريه العراقيه. احنا دوما يعني مجندين على اساس نكونوا في حد يعني باش نحاربوا الجريمه الارهابيه، والبحث راه لازال ساري باش نعرفوا هاد الاشخاص اشنا هما المشاريع الاخرى من غير المشاريع اللي مسطره، لانهم عندهم مشاريع تخريبيه. وينضم إلينا اللحظة سيد المختار عمارة، عضو المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية. دكتور أهلا بك. أهلا بكم. مرحبا. إذن عملية تفكيك خلية مشتبه في كونها إرهابية موالية لتنظيم داعش تبرز بالملموس فعالية الاستراتيجية الاستباقية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والرامية إلى تحييد التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة المحدقة بأمن واستقرار المملكة. وهنا نتساءل عن سياق وأبعاد هذه العملية. شكرا على الاستضافة. قبل أن نتحدث عن سياق ديال هذه العملية النوعية التي تمت فجرها اليوم الجمعة بمدينة تطوان، يمكننا أن نرجع بعد شيء إلى الوراء. منذ سنة 2003 من تاريخ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى اليوم تقريبا 200 عملية أو تفكيك 200 خلية إرهابية، يعني تقريبا بمعدل خلية كل شهر خلال هذه السنوات، أي 17 سنة. قراءة لهذه الأرقام هذه تدل على أمر واحد، هو أنه ليس هنالك توقف أو إهمال بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تعنى بمتابعة هذا الإرهاب. وهذه النقطة هذه بالذات تعطينا رسالة واضحة، هو أن الخلايا الإرهابية التي يتم تفكيكها أو التي يمكن القول بأنها لا زالت في إطار ما يسمى بالدئاب المنفردة، لا يمكن الاعتبار أن القضايا ستتوقف عند هذا الحد، أو العمليات النوعية ستتوقف عند هذا الحد، أو أن اليقظة ستتم أو ستتناقص بكلما وصلنا إلى هذا الأعداد. بالنسبة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية التراب مراقبة التراب الوطني تحديدا، وبشكل عام الإدارة العامة للأمن الوطني. طيب ماذا عن سياق أبعاد العملية؟ يعني
بالنسبة لهذه العملية تتعطينا جوج أو ثلاثة ديال الرسائل الرئيسية. الرسالة الأولى هو العناصر المكونة لها، تلاحظوا بأن العناصر ديال هذه الخلية هما ثلاثة ديال العناصر، تتراوح السن ديالهم بين 21 سنة إلى 38 سنة. بالنسبة للعنصر اللي هو 21 سنة هو يعني نعتبر شاب في مقتبل العمر، وجاء في ظروف يعني غريبة جدا، يعني كان هنالك مؤثرات أثرت على عقله وعلى مستوى التفكير عنده. بالنسبة للقائد هذه الخلية هو سبق أن تم ترحيله منذ 10 سنوات من إسبانيا بعد أن ثبت عليه بأنه عنده ميولات متطرفة، ويمتهن كما عرفنا من خلال التحقيقات الأولية أنه يمتهن مهنة الجزارة. تلاحظوا بأنه التنوعية ديال العناصر المكونة للخلية ماشي نوعية ديال الناس اللي على مستوى ثقافي وعلى مستوى وعي بمخاطر ما يقومون به ضد هذا الوطن، يعني مستواهم الثقافي تدل على أن الانتماء لهذا الوطن والأمن دياله يعتبر ضعيفا ويتأثر بعناصر خارجية، والدليل على ذلك أنه الوثيقة التي تم ضبطها معهم تتعطي البيعة لواحد التنظيم الذي يمكننا أن نقول بأنه أصبح تنظيما في طور الانقراض أو يعني يحتضر في مراحله الأخيرة، وهذا أمر تعكس لنا بأن هذه الخلية هذه لا زالت متشبتة بأوهام وبأفكار اللي هي غير منطقية وغير ولا ترتبط لا بمفهوم الأمن ولا بمفهوم الدين الإسلامي أصلا. لذلك كيف لأن التنظيم هذا تمت محاربته في جميع الدول، يعني قدروا نقولوا بأنه انقرض، وهاد الناس هادو يعني يفكرون في إقامة دولة غريبة جدا بأفكارها وتصرفاتها وبعيدة كل البعد على الخلفية الإسلامية التي يتمتع بها المغرب والأمن والأمان الذي يتمتع به المغرب. طيب دكتور، يعني المعلومات الأولية للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد إذانا بالشروع في التنفيذ المادي للأعمال الإرهابية، فما هي المستويات التي يمكن من خلالها فهم الأخطار التي تشكل هذه الخلية؟ بالنسبة للمراحل التي وصلت إلى هذه الخلية لا يمكننا أن نقول بأنها كانت الأجهزة الأمنية في غفلة عن هذا الموضوع حتى وصلت للمرحلة هذه لتشكل خطورة. في المجال الجنائي ما دمنا أننا نحن في دولة الحق والقانون، وما دام أن الإجراءات كانت كلها بشكل قانوني، يمكننا نقول بأنه كان هنالك في الركن المادي ديال أي جريمة بما فيها الجريمة الإرهابية كان هنالك تفكير وكان هنالك تحضير وكان هنالك البدء في التنفيذ. الخصوصية ديال الجريمة الإرهابية لا يمكننا أن ننتظرها حتى يتم البدء في التنفيذ. المرحلة التي وصلت إليها هذه الخلية من حيث التحضير تلاحظوا بأن تتميز ثلاثة ديال العناصر، أو يمكننا نوقفوا عن ثلاثة العناصر. أولا المواد التي كان مزمع أن يتم استعمالها في تنفيذ العمليات اللي هي كان اللي باغي يقوموا بها سواء بشكل فردي او بشكل جماعي. اولا هي مواد جد عاديه موجوده في السوق المغربي بشكل عادي، تستعمل في مجالات مختلفه، وبالتالي اول نقطه يمكننا ان نقف عندها هو انه لا يمكننا القول بانه جابوا مواد تم تهريبها عبر للمغرب بطرق غير مشروعه، ويعني كاين هنالك ثغرات امنيه على مستوى الحدود المغربيه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية هو أنها مواد بدائية يمكن أن يتم استعمالها عن طريق خلطها وفي عمليات يعني تؤدي إلى أضرار جثيمة ماديا ومعنويا بالنسبة تكون محدودة. والنقطة الثالثة هو أنه التخطيط ديالهم كان عبارة عن منطقة اللي هي اختاروا أحياء شعبية، اللي هي الناس يمكن يقولوا بأنه الناس بالبساطة ديالهم ما ينتبهوش لهذه العناصر ولما يخططون له. الأجهزة الأمنية بهذه المناسبة هذا نقدر نقول بأنها كاين هنالك حرفية كبيرة بالنسبة للأجهزة الأمنية. نقدر كاين واحد الملاحظة اللي ما عرفتش واش هي بالنسبة لهذه العناصر هذه استغلوها، وهو التحول في المؤسسة الأمنية التي تقوم بهذه العمليات النوعية اللي هي المكتب المركزي
من السيد اللي بهذه المناسبة نشكره السيد الخيام على كل المجهودات اللي قدمها وعلى الخبرة ديالو الهامة والكبيرة اللي قدمها لهذا البلد هذا، والانتقال الى مدير جديد اللي هو لا يقل خبره عن السي خيام اللي هو السي حبوب. يمكن اختاروا هذه الفتره هذه انتقاليه على اساس انهم يقوموا بعمليات في ظنا منهم ان الاجهزه الامنيه راها ما كاينش عندها استمراريه. وهذا تفكير غلط جدا. نعم، يعني كاين هنالك استمراريه ويقظه مستمره بصرف النظر على القيادات التي يمكن ان تتقلد المسؤوليه. الفكره الثانيه وهو وجود هنالك رابط بين احد العناصر ورابط عائلي باحد العناصر التي اتجهت الى سوريا. الواقع ان هذا الرابط هذا يعتبر رابطا في غايه الاهميه. لا يمكننا ان نعمم على جميع العائلات او الاسر او المغاربه اللي يكون هنالك ابناء عاقين منهم خرجوا ضد الامن ديال الوطن، ما يمكنش نعممه، ولكن تتبقى عنصر مهم. لماذا؟ لانه عندما نجد ان كما قلنا في الاول المداخله شاب عنده 21 سنة يتجه إلى ركران هذا الفضل ديال هذا البلد والإضرار به والولاء لجهاز خارجي أو جهات خارجية أنا متأكد أنه لا يعلم عنها شيئا سوى ما قيل له، فهذا أمر يعني يعتبر مهم بالنسبة للأجهزة الأمنية. وسيكون له كما قال السيد المدير الحالي سي حبوب ستكون له هنالك تعميق بحث حول العناصر الأخرى التي قد تكون مرتبطة بهذه العناصر هذه. وهذا تدل على أنه المغرب يعني الحمد لله راه في أمان وأن المواطنين ما يخافوش حتى شي حاجة، لأنه ولكن تيبقى بأنه الأجهزة الأمنية بوحدها راه ما يمكنش تحقق نتائج 100% إيجابية دون تعاون المواطنين. ومن هذه المناسبة أنا تندعو جميع المغاربة بدون استثناء أن يتضامنوا من أجل الأمن ديال هذا البلد اللي الكثير من 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 من, من العناصر الخارجية أو المغرر بهم تيحسدوا كما تنقولوا على اللفظ، تيحسدونا على هذه الأجهزة الأمنية اللي بالمناسبة تنحييها وتنتمنى لها التوفيق. وأتمنى من كل قلبي أن يتم دعمها ماديا ومعنويا وتشجيعها. طيب إذن الأستاذ مختار عمارة عضو المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكمة الأمنية، شكرا على كل هذه التوضيحات. بعد العيون، الداخلة محطة جديدة حل بها وفد على اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، وخلالها زيارة لعدد من القنصليات. عياد سرتي وعبد الله المحمودي. زيارة تندرج في إطار توطيد الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة التي فتحت قنصليات لها بمدينة الداخلة، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع مؤسساتها التشريعية. تمثيليات دبلوماسية تشكل جسرا لتمتين العلاقات الاقتصادية بين المغرب وهذه البلدان. هذه الزيارة الحمد لله أثبتت أن أشقائنا الأفارقة تربطهم بالمغرب علاقة متينة جدا. نأمل من هذا الفتح أن تتحرك دينامية جديدة في علاقاتنا الاقتصادية بإفريقيا، وأيضا فتح هذه القنصليات بمنطقتنا الجنوبية شهادة لا تحتاج إلى يعني تأكيد أن الأفارقة متعاطفون ومع قضيتنا الوطنية. هذا ما أكده لنا القناصلة الذين زرناهم. تنعتقدوا على ان هاد القنصليات طبعا احنا عبرنا على الشكر ديالنا والامتنان ديالنا بالتواجد ديالهم، لانهم فيها رساله كبيره للمنتظم الدولي على ان الصحراء هي صحراء مغربيه. لقاءات الوفد البرلماني مع رؤساء البعثات القنصليه المعتمده بمدينه الداخله مكنت من مناقشه سبل تنميه وتعزيز التعاون جنوب جنوب واستشراف افاق التعاون المستقبليه لتشمل مجالات مختلفه. ضمن اللقاءات إشادة بالدينامية التي تعرفها الدبلوماسية الرسمية التي توجت بعدة انتصارات إقليمية ودولية تمثلت في الدعم المتواصل للوحدة الترابية للمملكة. أنا سعيد جدا بزيارة هذا الوفد البرلماني للقنصلية العامة لغينيا هنا بمدينة الداخلة هذا الصباح. أشكركم جزيلا على هذه الزيارة وأشكر المغاربة على كرم الضيافة الدائمة. Notre présence ici à Dakhla comme consul général
حضورنا هنا بالداخل كقنصل عام لغامبيا دليل واضح على دعم فخامة الرئيس اللامشروط لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. دبلوماسية تسترشد بالمبادرات الملكية السامية التي أسست لعلاقات مغربية إفريقية متميزة. المغرب المنفتح على عمقه الإفريقي وطد علاقاته الثنائية مع عديد البلدان الإفريقية وأبرم عدة اتفاقيات شملت ميادين شتى. وفي برنامج اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارة للمعبر الحدودي القرقارات. بكار دليمي ومحمد الداس. وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بالقرقرات ينوه بالتدخل الناجح للقوات المسلحة الملكية الذي مكن من تأمين هذا المعبر الحدودي. طبعا اليوم المعبر مؤمن، وأعتقد أن الآن يتأسس منعطف جديد للحظة إن شاء الله مستقبلية جديدة ستتسم بالاستقرار والأمن. ويعني هذه الأطروحة العدمية الشاردة لخصوم وحدتنا الترابية الذين لا يريدون حلا سياسيا. بكل اعتزاز وفخر نحن الآن أمام المعبر الحدودي للقرقرات، واللي كنلاحظوا أنه معبر مؤمن بشكل تام، وحركة الحركة المدنية والتجارية هي سلسة، وهذا هو الوضع الصحيح وهذا هو الوضع الصواب بعد تدخل الشجاع والسريع والسلمي للقوات المسلحة الملكية بتعليمات وتوجيهات من صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأنه هناك من للوقوف على ما هو موجود في حاليا. إذن المعبر هو آمن مستقر الحمد لله، الأمور تسير عادية كما ينبغي، ولهذا نتمنى ونقول لكل من يشاهدنا سواء في هذا الطرف أو في ذاك الطرف بأن المغرب بلد مسالم، المغرب يريد تنمية هذه الأقاليم. الوفد البرلماني عبر عن اعتزازه بالقوات المسلحة الملكية ونوه بعملياتها الناجحة بالقرقرات التي تمت وفق قواعد مضبوطة، كما عبر عن دعمه ومساندته لخطوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد والأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تدخل القوات المسلحة الملكية الناجح لتأمين هذه المنطقة العبور، وما الدعم اللي تلقاه المغرب المنتظم الدولي إلا هو دعم أيضا لك التوجه ديال المغرب لجعل هذه المناطق العزيزة علينا، هذه المنطقة الجنوبية قنطرة نحو العمق الإفريقي للمغرب، وصلة وصل ما بين الشمال والجنوب وما بين أوروبا وإفريقيا. إحنا اليوم جينا يعني كنواب برلمانيين وأعضاء اللجنة الخارجية من أجل يعني التنويه والتثمين هذه المجهودات وهذه الإنجازات وهذه الانتصارات طبعا اللي تعود في مصلحة يعني وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية. يعني نهنيو أنفسنا ونهنيو ونوقفوا بإجلال وتقدير القوات المسلحة الملكية على ما قامت به من أجل تأمين هذا المعبر المهم، وحنا يعني وقفنا على هذا الشيء هذا عن كتب، وهذا كيضمن بطبيعة الحال انسيابيات المبادلات وتنقل البضائع والأشخاص. خلال هذه الزيارة للمعبر الحدودي القرقرات تواصل اللجنة رصد المستجدات وتداعيات الأحداث الأخيرة، حيث تشيد بالمواقف الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وتأكيد جلالته التزام المغرب الثابت بالمخطط الأممي والتعاطي الحازم مع كل محاولة تستهدف تغيير طبيعة الوضع وتهدد الأمن. إلى معبر القرقرات حجت كذلك أحزاب سياسية وطنية عاينت عن كثب التدفق الطبيعي لحركة المرور وتنقل الأشخاص والبضائع، ومن هناك عبرت عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك للذود عن حوزة الوطن من طنجة إلى الجويرة. بكار ديمي ومحمد الداس.
بالمعبر الحدودي القرقرات جددت هذه الأحزاب الوطنية تأكيدها على مواقفها الوطنية الجادة والصريحة في دعم الوحدة الترابية وعلى الانخراط التام وراء جلالة الملك في التعبئة الشاملة لأجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية. لن نفرط أبدا ولو في حبة رمل، أحب من أحب وكره من كره، والصحراء مغربيا. وبالمناسبة أقول شكرا ونقف إجلالا وتقديرا لقواتنا المسلحة الباسلة المرابطة في ثغور هذه الصحراء الحبيبة. الرحمن الرحيم. أولا اليوم كنقوم بواحد الزيارة تضامنية لكي نعبر عن دعمنا لجميع العمليات اللي قامت بها المملكة، وذلك باش يمكن لها تخلي هذا المعبر هذا معبر سالم بالنسبة للتنقلات البضاعة أو التنقلات المدنية. تدخل القوى المسلحة الملكية بأمر من جلالته وبفضل الطريقة الحكيمة والمسؤولة التي ينهجها جلالة الملك في التعامل مع السلوك الاستفزازي للانفصاليين. هاد الزيارة ديال هاد الأحزاب الوطنية النشيطة اللي كتسقى بعضياتها جاءت أولا لتؤكد أننا نشكل وحدة وطنية وجبهة موحدة عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية. إذن هذا تضامن غير مشروط بعدالة القضية الوطنية الأولى، وتأييدا وتثمينا ومباركة لسياسة الحكمة والحزم للسد العالية بالله، ومباركة أيضا المجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بكل أصنافها. نتواجد اليوم في العمق الاستراتيجي للمملكة المغربية في معبر القرقرات. وثمنت هذه الأحزاب في بيان مشترك العملية المهنية والسليمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بأمر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وباقي بلدان إفريقيا. اليوم تواجدنا كأحزاب سياسية وطنية بمعبر القرقرات للتأكيد على الإجماع الوطني اللي ستحظى به القضية الوطنية. هذه فرصة باش نتقدموا بتحية إجلال وإكبار القوات المسلحة الملكية على المهنية والاحترافية ديالها. تأييدنا المطلق للخطوات التي أقدمت عليها القوات المسلحة الملكية بأمر من قائدها العام، وذلك من أجل فك الحصار الذي كان يضرب على هذا المعبر. زيارتنا اليوم لمعبر القرقرات وتأكيد للإجماع المغاربة على مغربية الصحراء والدفاع عن الوحدة الوطنية. جئنا لهذا المعبر لكي نؤكد ومن خلاله وأمامه إلى العالم، وبالخصوص نقصد هنا اللي شرق وهنا اللي قبلة وهنا اللي تل وهنا اللي ساحل، بغينا هنا يهديهم مولانا ويلتحقوا بترابهم ويجوا خدموها ويبنوها ويعدلوا فيها شيء ينفع ملين يبنوا جهتهم ويتحركوا فيها بكل حريتهم. تحية إكبار وإجلال وتقدير لجلالة الملك القائد الهمام القائد الملهم الذي كافح ويكافح وجاهد يجاهد منذ اعتلاء عرش أجداده الكرام للدفاع عن قضية الوحدة. من القرقرات يبدو جليا وللعلن على وحدة والتضامن الوطني ووحدة الصف بين مختلف الأحزاب على اختلاف توجهاتها، مصير واحد ووطن واحد متكتل ومجتمع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوطن ووحدته الترابية. ومن القرقرات رسالة دعم وانخراط أخرى دفاعا عن وحدة الوطن عبرت عنها المنظمات النسائية الحزبية في زيارة ثمنت خلالها التحرك المغربي الحازم لإعادة النظام إلى المنطقة. بكار ليمي ومحمد إدس.
تأتي هذه الزيارة الميدانية للمنظمات النسائية الحزبية للمعبر الحدودي القرقرات تثمينا للمنجز البطولي للقوات المسلحة الملكية الذي ترجم سياسة الحزم التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في تدبير ملف القضية الوطنية من أجل التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية. اليوم هو تأكيد لمواقف ثابتة للمجتمع المغربي رجالا ونساء من قضيتنا الوطنية. إنه تأكيد أن قضيتنا الوطنية الثابتة لا يمكن أن تحل إلا في إطار السياسي المتفاوض عليه الذي تقدم به المغرب على المستوى الدولي. قواتنا المسلحة الملكية تقوم بدور بطولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حضورنا هنا كمنظمات هو دعم لهذه التحركات، دعم لهذه الخيارات، تأكيد مرة أخرى عن تشبتنا وتشبت كل المغربيات وكل نساء المغرب من داخل المغرب وخارجه، تشبتهن بوحدتهن الترابية، وحدتهن الوطنية. نؤكد على التزامنا واصطفافنا وراء صاحب الجلالة في هذه العمليات في هذه المنطقة. إذن لابد من تتمين هذه العملية. باسمي وباسم جميع مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة نؤكدنا مواصلة التعبئة وراء جلالة الملك نصره الله من أجل الدفاع المستميت عن وطننا وعن وحدتنا الترابية. أكدت المنظمات النسائية الحزبية انخراطها الفعال في جهود المملكة للدفاع عن وحدتها الترابية وحقها المشروع في حماية أراضيها ومواطنيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المناسبة كنجدوا بطبيعة الحال تحية ديالنا للجيش الهمام بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وحنا كنساء حركيات جنديات مجندات وراء صاحب الجلالة باش ندعموا أكثر القضية الوطنية. يعني نقوم بهذه الزيارة كتنظيمات نسائية حزبية لنؤكد مرة أخرى التفاف المرأة المغربية أو انخراطها ضمن الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية، ولنؤكد مرة أخرى أيضا مساندتنا لكل المبادرات التي من شأنها أن تثبت الالتزام المغربي تجاه التزاماته بالمنتدى الدولي أو الأمم المتحدة. الهدف ديالنا الأساسي هو دعم القوات المسلحة الملكية، وجينا كنشكرهم كذلك على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها في هذه المنطقة للدفاع عن الوحدة الترابية، وكذلك نريد أن نتمن كل ما قام به المغرب في حل هذه المشكلة بسلام. المرأة المغربية منذ عهد الاستعمار إلى الاستقلال إلى يومي هذا قد بصمت محطات نضالية قوية، محطات وطنية قوية. اليوم نؤكد من خلال تواجدنا هنا على أن الصحراء مغربية نؤكد دعمنا للقوات المسلحة الملكية والجيش المغربي. المنظمات النسائية الحزبية من المعبر الحدودي القرقرات دعت كل المنظمات النسائية المغربية وكل نساء المغرب والغيورين على الوحدة الترابية إلى مزيد من التعاون وتضافر الجهود لإبطال محاولة الأعداء تزييف الوعي وقلب الحقائق. والمواقف الدولية المؤيدة لتدخل المغرب من أجل تأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع في معبر القرقرات تتواصل يوما بعد آخر، والتأييد هذه المرة من جمهورية أذربيجان التي أعربت عن دعمها للسيادة الترابية للمملكة المغربية ولجهودها من أجل استعادة حرية حركة الأشخاص والبضائع في معبر القرقرات بين المغرب وموريتانيا. بدورها أعربت حكومة جمهورية التوغو عن دعمها لحق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية من خلال إعادة إرساء حرية تنقل الأفراد والبضائع في معبر القرقرات. موقف داعم آخر عبرت عنه رئيسة المنظمة الدولية للنساء الديمقراطيات المسيحيات بإيطاليا التي نددت بتصرفات غير المسؤولة لعصابة البوليساريو وعرقلتها لتنقل المدنيين والبضائع في القرقرات. في جديد الحالة الوبائية في بلادنا 3996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال 24 ساعة الماضية. عدد حالات الشفاء بلغ 4827، فيما نسبة الوفيات بلغت 73 حالة. ومن مدينة وجدة تنضم إلينا اللحظة الدكتورة سميرة مكحلي رئيسة مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى الفارابي. مساء الخير دكتورة. مساء الخير أخي. إذن بداية من موقعكم لو تقربون يا دكتورة من الوضع الوبائي بجهة الشرق. بالفعل عرفت جهة الشرق واحد النقص في عدد الحالات
كوفيد 19، حيث سجلت هذا النهار 101 حالة جديدة، وهذا نتيج بالطبع التزام المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية، وخصوصا المجهودات التي قامت بها الأطر الصحية والتي اتخذتها السلطات المحلية في هذا الإجراء. طيب، سنواصل الحوار معك دكتورة بعد أن نتابع موضوع اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا التي عقدت اليوم اجتماعا توقف عند آخر الاستعدادات لعملية التلقيح التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، عملية واسعة النطاق يعول عليها لإكساب المغاربة مناعة ضد كوفيد-19. سمير أصبان وعثمان التازي. خطوات قليلة تفصل المغاربة عن لقاح يمنحهم مناعة جماعية ضد كوفيد-19. استعدادات مكثفة لبدء عملية التلقيح ضد الفيروس الترجي في الأيام القليلة المقبلة. أخر مستجدات التحضير لهذه العملية غير المسبوقة كانت على طاولة نقاش في اجتماع اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. اللجنة توقفت عند أسئلة المواطنين حول كل ما يخص التلقيح، بداية بمرحلة التجارب السريرية إلى التفاصيل الدقيقة لكيفية التلقيح والفئات التي يمكن أن تستفيد منه. الإجراءات والاستعدادات والتعبئة كلها من الناحية اللوجستيكية ومن الناحية ديال الموارد البشرية كلها معبأة. ثانيا أننا من ناحية البرمجة كذلك تهي مثالي كنتسنوا غير متى البرمجة ديال الزمن ديال الوصول ديال اللقاح. اللقاح هو غادي بتطوعي اختياري ليس إجباري، ولكن كنشدوا الروح الوطنية والمسؤولية ديال كل شخص للتعبئة، لأن هذه مسؤولية ديالنا جميعا باش يمكن توفر شروط ديال السلامة. التحضيرات احنا رحنا فيهم دابا، داخلين في اللوجيستيك وكل شيء، ودابا اللي عندنا احنا عندنا الضمان العلمي للتلقيحات اللي غادي يمكن المغرب يكون عنده. تنستناو الأجوبة وتنستناو ما عملناه في الأبحاث السريرية اللي كانت هنايا مع 9 ديال الدول في نفس الوقت في هذاك التلقيح ديال سينوفارم، وهذاك التلقيح ديال سينوفارم ممتاز لنا لأنه مبني على تشكيلة علمية اللي معترف بها منذ 50 سنة. إعداد تقني مكثف وبحث علمي مستمر للانفتاح على لقاحات دولية أخرى تأكدت نجاعتها في خطوة لتنويع عرض التلقيح، علما أن المغرب اختار اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم بعد أن أكدت التجارب السريرية التي شارك فيها 600 مغربي نجاعته وسلامته. هذا اللقاح هو لقاح آمن، برهنت عليه التجارب السريرية لما بينت أعراض خطيرة ولكني أعراض خفيفة، وجع في الرأس، احمرار، شوية ديال الحرارة، اللي هاد الأعراض الخفيفة تتمشي بضعة أيام مرى اللقاح. الوزارة تستعد، درت استعداد جبار بالخصوص كيفية نقل اللقاح ابتداء من محطة الوصول إلى المراكز الصحية. هذا الاستعداد كما قلت كان جبار، وترصدت له جميع الطاقات والموارد باش يكون اللقاح في نقل آمين. 2888 محطة للتلقيح صارت جاهزة لتتم هذه العملية حسب الجدول اللقاحي من حقنتين. الأولوية هنا ستعطى للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس الترجي، والطموح تمكين 80% من المواطنين من الورجي إلى التلقيح. بخصوص تلقيح الأمهات والنساء الحوامل، بهذا الخصوص هنا كنتكلموا اليوم على لقاح معطل. لقاح معطل ما معناه؟ لقاح ميت، يعني فيه واحد الفيروس اللي هو ميت، ما معناه أن هذا اللقاح ما كيشكلش حتى شي خطر بالنسبة للسيدة الحامل، لأننا سبقنا كنستعملوا لقاحات أخرى من هذا النوع عند النساء الحوامل، بالتالي فيمكن لنا نعطيو هذا اللقاح للسيدة إذا كانت حامل. مختلف استفسارات المواطنين بخصوص اللقاح ذات الطابع العلمي وضعت لها اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد أجوبة مفصلة سيتم نشرها في المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة،
والتحدي تعبئة جميع المواطنين للانخراط الفعال في إنجاح مرحلة غير مسبوقة في زمن استثنائي. نرجع لك الدكتورة سميرة مكحلي، فنسولك كيفاش كتستعدوا، يعني كيفاش كتستعدوا للمرحلة القادمة اللي غتعرف انطلاق أكبر عملية تلقيح في المغرب؟ يعني واش كتوقعوا أن هذه العملية أنها تساهم في تخفيف الضغط اللي كتعرفوا المراكز الاستشفائية الخاصة بكوفيد 19؟ بالنسبة للاستعدادات لهذه العملية ديال التلقيح، وزارة الصحة سطرت واحد البرنامج اللي هو ممنهج تفصيلي ودقيق، حيث أولا كانت كاينة مدة هذه الحملة غادي تستغرق واحد 12 أسبوع يعني 3 شهور، وغادي توزع على 4 المراحل، كل مرحلة منها غادي تدوم 21 يوم، فيها يتم تلقيح واحد الفئات معينة من المواطنين اللي كتكون محددة مسبقا، وكل مواطن غادي يستفد من جرعتين متباعدين حتى نتوصلوا إن شاء الله للهدف اللي بغيناه، وهو تلقيح على الأقل 80% من المغاربة اللي عمرهم يفوق 18 سنة. هذا بالنسبة لمدة الحملة. أما بالنسبة لتحديد، لقد تم تحديد أماكن تلقيح الساكنة مع احترام التباعد، وبينسور بالنسبة للجامعات المعاهد والمصانع وإلى غير ذلك، غادي تكون واحد الفرق متحركة للتلقيح في عين المكان. وهناك استعدادات من ناحية اللوجستيكية طبعا، ومن ناحية توفير وتحديد الموارد البشرية من القطاع الصحي وغير ذلك للقيام بهذه المهمة. أما بالنسبة للشطر الثاني نتاع السؤال، بالطبع إن شاء الله وبحول الله إلى تمت هذه العملية إن شاء الله بنجاح، غادي نكتسبوا واحد المناعة اللي هي جماعية، وهي الوسيلة الوحيدة التي تسد باب انتشار هذا الفيروس، وبالتالي نقصان عدد الإصابات وبالخصوص الحالات الخطيرة إن شاء الله وبحوله اللي كنعيشوها احنا ديما يوميا في المستشفيات ديالنا إن شاء الله. سأعود لك دكتورة بعد أن نتابع أسئلة المواطنين بخصوص عملية التلقيح ضد فيروس كورونا. ديالي على ان اللقاح غادي يتعطى على جوج ديال الجرعات، كاين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، وعندي واحد التساؤل واش غيتعاود في السنه المقبله ولا يكفي ان الناس يديروه سنه واحده يكفي لها طول العمر؟ واش هاد التلقيح كيشمل جميع الفئات ديال المجتمع او شي فئه خاصه؟ والسؤال الثاني ممكن نقول لكم ويك ما عندوش تاثير على الصحه ديال الفرد. كنسمعوا بان التلقيح اللي غادي يتجرى في المغرب هو من صنع او من استيراد من الصين، وين نعرفوا الفرق بينه مع اللقاحات الموجوده في الدول الاخرى. شحال غادي يقعد باش يكون لي في ديالو في الجسم ديال الانسان باش يبدا ضد كورونا؟ واش غادي يبقى الانسان ديما داير هاد الاحتياطات ديالو التباعد والكمامه ديالو؟ والناس اللي تصابوا بمرض كورونا واش حتى هما يقدروا يتلقحوا بهذا التلقيح هذا ولا لا؟ واش كاينين شي تحاليل قبل التلقيح ولا ما كاينينش؟ واش ما عندوش شي اعراض جانبيه بالنسبه للصحه ديال الانسان من مرض التلقيح؟ إذن تابعنا دكتورة الأسئلة ديال المواطنين. نبدأ بالسؤال اللي كيقول شحال هي المدة اللي غادي ياخذ التلقيح باش يكون فعال؟ والحقيقة الإنسان التلقيح باش غادي يكون فعال إن شاء الله بحول الله، وكما قلنا جرعتان، يعني على الأقل واحد الأسبوعين 4 الأسابيع عاد باش كتكون الأجسام مضادة. يعني بالضرورة أننا نديرو جوج جرعات، الأولانية ونعودو الثانية، وعلى أننا ولا بد نتزمو بدوك الإجراءات الاحترازية، لأن هاد الشيء ما تعنيش على أننا صافي رحنا خدينا جرعة الأولى على أننا صافي تحمينا من الفيروس، لا، لأن كما قلت الأجسام المضادة ما كتكونش في الحين، يعني خاصة واحد المدة. طيب نعم، السؤال كيقول واش اللقاح غادي يكون كل سنة أم استعمال واحد كيكفي؟ هو الإجابة غير واضحة علميا، ما عنديش واحد الإجابة، ولكن كاين دراسات على حساب التلقيح اللي غادي يكون يتقدر تكون حماية من كل سنة أو لثلاث سنين، ولكن شي إجابة واضحة لا توجد إلى حين، إلى هذا الحد، إلى هذا الحين. إذا مواطن كيسول واش كل فئات المجتمع معنية بالتلقيح ولا كاين استثناءات؟ فئة المجتمع اللي معنية بالتلقيح هي الناس اللي عمرهم فوق 18 عام، وتكون الأولوية الناس اللي كبارين
الكبارين اللي عندهم الأمراض المزمنة بالطبع. ولكن كما قلنا حنايا ماذا بينا 80% من المغاربة اللي فوق من 45 عام إن شاء الله يتلقحوا هكا باش تكون عندنا المناعة الجماعية ونقدروا ونوقفوا انتشار الفيروس. طيب واش الأشخاص اللي سبق لهم تصابوا بكوفيد 19 وتشافوا منه واش يمكن لهم يستفدوا من التلقيح؟ بيان سور الناس اللي داز فيهم الكوفيد خاصهم يستفدوا من التلقيح، لان دابا كاع الدراسات العلميه تبتات على ان المناعه اللي تعطيها الكوفيد كوميتوم على دي كمرض هي غير طويله وغير دائمه، والانسان يقدر انه يتصاب المره الثانيه بهذا الكوفيد. اذا التلقيح هو ضروري بالنسبه للناس اللي ديجا دازت فيهم الكوفيد 19. طيب سؤال اخير، واش بالضروره الخضوع للتحليلات قبل من التلقيح؟ لا، هو ماشي بالضروره انك تخضع للتحليلات، غير شنو التلقيح ولا بد خاصو. بحال مثلا الا درنا التلقيح ضد لا غريب العاديه خاصنا واحد لو ديلي تاع 15 يوم عاد باش نديرو التلقيح ديال الكوفيد. بالنسبه للتلقيح ديال الكوفيد خاص ما يكونش عندك الاعراض على ان عندك اون انفيكسيون، يعني بحال سخانه ولا شي انفيكسيون، يعني كتبين بان كاين شي ميكروب، يعني خاصو يكون الانسان سليم صحيا ما عندوش شي اعراض نتاع الانفيكسيون. دكتورة نعم. شكرا دكتوره سميره مكحلي رئيسه مصلحه الامراض الصدريه بمستشفى الفارابي، شكرا لك، كنت معنا مباشره من وجده. عبر العالم تستعد العديد من الدول لإطلاق حملات تلقيح واسعة النطاق، والاستعدادات على قدم وساق لكسب التحدي اللوجستي المتمثل في حفظ مليارات الجرعات من اللقاحات. زكية بلقاس. نقل اللقاحات ضد فيروس كورونا ليس بالأمر الهين، فبعضها يحتاج إلى درجة برودة تراوح 70 درجة مئوية تحت الصفر. والصور من شركة ألمانية متخصصة في المواد العازلة للحرارة والتي تسمح بحفظ اللقاحات داخل مبردات خاصة. خلفي نرى مجمدات فائقة البرودة تخزن فيها لقاحات فايزر بيونتك، وهي لقاحات مخصصة لمراكز التطعيم، وسيتم توزيعها انطلاقا من هذا المكان بإرسالها إلى كافة المراكز في جميع أنحاء ولاية هيس لتصبح جاهزة لتلقيح الجميع. وكالة الأدوية البريطانية أكدت اليوم أن قرارها بالترخيص للقاح ضد الفيروس يحترم كل معايير السلامة. وزير التجارة والطاقة أكد في تصريح له أن بريطانيا توصلت ب 800 ألف جرعة من اللقاح في انتظار أن تبدأ عملية التلقيح الأسبوع المقبل من دور العجزة كمرحلة أولى. أما الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فقد صرح إلى جانب رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية أنه على استعداد لتلقي لقاح كورونا علنا لتشجيع الأمريكيين على تناوله. في المقابل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التقدم الذي تحقق مؤخرا في مجال اللقاحات إيجابي، لكنها حذرت من التراخي ودعا مديرها إلى الحيطة مع تنامي الاعتقاد بنهاية الجائحة. عملية التلقيح ضد كورونا، فعالية لقاح سينوفارم الذي اعتمدته بلادنا، واللوجستيك المبسط لتخزينه، ومعطيات أخرى نتابعها بعيون الصحافة الدولية ضمن تقرير حفيد الهواري. حسب موقع تشاينا دايلي، أعلن رئيس إندونيسيا أن حكومته تعتزم القيام بالتلقيح ضد كوفيد 19 على نطاق واسع قبل ما تمي هذا العام. وقد توصلت إندونيسيا بجرعات التلقيح من شركتين صينيتين هما سينوفارم وكانسينو بايولوجيكس. أما موقع Global Times فقد عرض آراء محللين لخدمات نقل التلقيح والأدوية، والذين أعلنوا أن التلقيحات الصينية تلائم أفضل إفريقيا وأمريكا اللاتينية بالنظر إلى تكلفتها التنافسية واللوجستيك البسيط بالمقارنة مع التلقيحات الغربية التي تعتمد تكنولوجيا آيغين، وبالتالي تتطلب بنية كهربية عالية لتأمين تبريد أقصى خلال نقل التلقيحات. وأكدت أن شركة سينوفارم تلقت طلبات أزيد من 100 دولة إفريقية.
موقع وورلد أشار إلى أن التلقيحات الصينية تبقى أحسن اختيار للدول النامية لتجنب طوابير الانتظار للحصول على التلقيحات. أما موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست فقد أعلن أن الشركة الصينية سينوفارم قد تقدمت بطلب الاعتماد الرسمي لتلقيحين صينيين. نيوزيلندا تعتمد بدورها تلقيحين صينيين لشركة سينوفارم. موقع The Nation Thailand أعلن أنه حسب وزير الشؤون الخارجية هناك 5 تلقيحات صينية وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل قرار اعتماد التلقيح. وقد تعهد الرئيس الصيني غير ما مرة أن تكون الأولوية لإفريقيا، والدليل هو أن المغرب هو أول بلد إفريقي حصل على التلقيح الصيني. موقع The Manila Times أكد أن التلقيحات الصينية هي الأفضل فيما يخص التكلفة التنافسية واللوجستيك المبسط. أمام التطور الوبائي الذي تشهده بعض الأقاليم الجنوبية للمملكة، وزارة الصحة تخصص دعما لوجستيا لمستشفياتها بغية الرفع من الطاقة الاستيعابية لأقسام الإنعاش وضمان العلاج والاستشفاء للمصابين. الغالي الجرحي ومولد من لا يخاف. بقيمة تجاوزت 31 مليون درهم، وزارة الصحة تعبئ معدات طبية وبيوطبية ولوجستيكية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الاستشفائية لجهة العيون الساقية الحمراء. 43 جهاز تنفس و34 سريرا للاستشفاء و55 آخرين للإنعاش، إضافة إلى 33 جهاز تنفس للإنعاش، إلى جانب عدد مهم من الأجهزة الطبية منها 60 جهازا لقياس تدفق الأكسجين. دعم مهم في ظرفية استثنائية يميزها ارتفاع مقلق في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجهة، وهو ما سيساهم في قدرة البنيات الاستشفائية على تعزيز خدماتها، لا سيما مصالح التكفل بمرضى كوفيد-19. تجهيزة حديثة ومهمة وذات جودة عالية غادي تساهم بشكل كثير من رفع الطاقة الاستيعابية نتاع مصلحة كوفيد. هاد التجهيزات كتشمل مجموعة من الأجهزة فيها جهازين للسكانير اللي هو صبح حاليا كيساهم في الكشف على المرض جانبا إلى القسائر، وهناك مجموعة من الآليات أخرى اللي كتدخل في إطار الإنعاش والعناية المركزة اللي غادي تحول المصلحة نتاع كوفيد من 16 سرير نتاع الإنعاش إلى 55 سرير باش نعالجو في حالة ما وقع تكاثر نتاع المرضى. ومن بين المعدات المبرمجة في هذا الدعم لضمان التكفل بمرضى كوفيد-19 في أحسن الظروف، يتم تجهيز مستشفى الحسن بن المهدي بمولد ثاني للأكسجين في ظل ارتفاع الضغط على المولد الحالي، وقد تم الشروع في بناء منصة لتركيب هذا المولد على أن يبدأ العمل مطلع الأسبوع القادم، وسيعمل على توفير الكميات اللازمة من الأكسجين لفائدة المرضى من هم في حاجة لهذه المادة الحيوية. كما تم توفير جهازي سكانير لفائدة المستشفيين الإقليميين ببجدور والسمارة. نبغي ننبه المواطنين في الجهة عنه من ناحية المرفق الصحي الخدمات العمومية، نحن إمكانياتنا تشرف المملكة المغربية على أساس عنه تكون جهة العيون عندها مواصفات ورعاية طبية بهذه الجودة. أتمنى من كل قلبي لكل المواطنين السهر والمحافظة على هذا المكسب، لأنه هذا راه للجميع، والصحة ليست للمزايدة وليست مولي كذلك للكذب. هذا شيء بأم العين ما يقد حد ينكره، يجب على كل مواطن المحافظة عليه، بداية من احنا اللي طلبنا عليه من المركز وجانا في ظروف استثنائية واستباقية وسريعة جدا، مع كامل الشكر لوزارة الصحة ومع كامل الشكر للسيد والي الجهة لتتبع الأمور، وأتمنى كذلك جزيل الشكر للساهرين على المرفق الصحي لمستوى الجهوي لهم يقومون بمجهود خاص يجب على الجميع التعاون معهم. تطور مقلق شهدته الحالة الوبائية بالجهات الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما استدعى انخراط وزارة الصحة لتوفير كميات مهمة من الأجهزة الطبية والبيوطبية لتجويد الخدمات الصحية وتعزيز العرض الصحي بكافة المراكز الاستشفائية بهذه الجهات. ساعة
صادق مجلس أسا اليوم في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021. رشيد كن وعبد الفتاح الزوين. تضاربت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بشأن مواد وبنود مشروع قانون مالية 2021، فإذا كانت فرق الأغلبية تعتبره مشروعا واقعيا، فالمعارضة تعتبره غير كافي لتجاوز استثنائية الظرفية التي تجتازها البلاد. ورغم ذلك تبقى الانتظارات من هذا المشروع كبيرة، ما دفع الحكومة للتجاوب مع بعض التعديلات ورفض أخرى. جوج تعديلات ذات طابع اجتماعي كانت مهمة، هي أولا التغطية الصحية بالنسبة للمقاول الذاتي ابتداء من بداية السنة، وهذا كيدخل في الورش الكبير اللي جا به جلالة الملك بالنسبة للتغطية الصحية يعني المجموع المغاربة. النقطة الثانية هي هذوك الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم خلال الجائحة، يعني ما بين مارس وشتنبر 2020، واللي تعطت واحد التحفيزات ضريبية اللي كنعتقدوا بأن هذا الإجراء يمكن يساعد أن يعني واحد المجموعة منهم للولوج أو الرجوع لسوق الشغل. أهم التعديلات اللي استجب لها السيد الوزير هي تعديلين مهمين اللي كيهموا حماية الصناعة المغربية. يعني الاول كيهتم بالالياف ديال البوليستيرين، يعني اللي تدار لهم واحد الحمايه ديال 17.5% من الاستيراد باش يمكن للصناعه يعني المحليه تعمل، وكذلك واحد الرسم ديال 40% اللي تدار يعني الغطاءات البطانيات اللي يعني كيتصوفوا في المغرب وتا هما كانوا كيدخلوا بدون رسم استيراد، اليوم ولا واحد رسم تاع 40%. قانون الماليه في نهايه المطاف كما صوتت عليه اللجنه لم يحدث القطيعه مع الاختيارات السابقة، ولم يأخذ بعين الاعتبارات تعديلات اللي جات بإجراءات جديدة وبديلة من أجل مثلا ضمان استدامة تمويل صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بحال الإجراء اللي جبناه حنايا مثل الضريبة البيئية ومثل الضريبة على الثروة، وهذا ما يدفعنا لطبعا عدم التصويت بالإيجاب للميزانية. وإذا كانت المرحلة الحالية تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة بعد أن كشفت الجائحة عن قطاعات سريعة الانهيار، فالحكومة ترى في مشروع الميزانية أنه مشروع واقعي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحدودة للميزانية بالنظر إلى الظرفية الخاصة للجائحة. فقد حرصت الحكومة على التعامل بشكل إيجابي وواقعي مع التعديلات المقدمة من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلسكم الموقر أغلبية ومعارضة، حيث أنه من بين 201 تعديل تم التقدم به فقد تم سحب 129 تعديل وقبول 25 تعديل، 76% منها لفرقي أو فرق المعارضة. ثمنا أولا مشروع القانون المالية بما أتى به من تحفيزات للمقاولات ولسوق الشغل ولمواصلته للمجهود الاجتماعي رغم تراجع موارد ومداخل الدولة، ثم أن التعديلات التي أتت بها لجنة المالية في مجلس المستشارين كانت تعديلات مهمة وجوهرية وثمنت البعد إنعاش الاقتصاد والبعد الاجتماعي مشروع القانون المالية. عموما الانتظارات من هذا المشروع كبيرة، والمرحلة تستلزم سياسة اجتماعية واقتصادية مندمجة، فمعدل النمو 4.8% الذي توقعه المشروع مرتبط أساسا بمستوى تطور الجائحة وبأداء القطاعات المنتجة بما فيها الفلاحة. بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإعطاء انطلاقة جديدة للمقاولات المغربية، تم اليوم بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقيتي شراكة تهمان المجال الضريبي والتمويل المالي. أمين هناوي ومحمد زيان. اتفاقية للشراكة تم توقيعها بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب بهدف مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإجراءات والتدابير الضريبية وتعزيز مناخ الأعمال وفض النزاعات المتعلقة بالمجال الضريبي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الثقة والتعاون مع المقاولات الوطنية بمختلف الجهات لمحاربة التهرب الضريبي وتشجيع مناخ الأعمال خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. هدفنا إيجاد آلية مناسبة لحل النزاعات بين المديرية العامة للضرائب والمقاولات وتشجيع أداء الضرائب في الأجل المحددة باعتباره عملا مواطنا لتشجيع النمو الاقتصادي.
كما تم التوقيع على اتفاقيتان للشراكة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب وصندوق الضمان المركزي بهدف توفير آلية التمويل المناسبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة. الاتفاقية الموقعة بين صندوق الضمان المركزي والاتحاد العام لمقاولة المغرب تهدف لإعطاء انطلاقة جديدة لآلية التمويل والمواكبة في مجالات الاستثمار. اتفاقيات تهدف لتحفيز المقاولات المغربية في مجال التمويل المالي والتدابير الضريبية لتجاوز تبعات وباء كورونا المستجد والتطلع لزيادة نسب الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل. طقس بارد، رياح وأمطار قوية ستشهدها مناطق مختلفة من بلادنا إلى غاية الأحد المقبل. نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي كشفت أيضا عن هيجان البحر قد يصل إلى 6 أمتار ونصف. توضيحات أخرى يقدمها الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. ابتداء من الجمعة بحول الله ستعرف تغيير نتيجة الاقتراب منخفض بعرض المحيط الأطلسي خصوصا بغرب أوروبا. أمطار ستكون على شكل زخات رعدية معتدلة إلى أحيان قوية خصوصا بمناطق الريف، مناطق سيس وكذلك بعض مناطق الشمال الغربية للبلاد وكذلك مرتفعات الأطلس. هذا وستعرف درجة الحرارة انخفاض ملموس خصوصا في المناطق الداخلية مرتفعات الأطلس، المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد. وسيستمر هذا الاضطراب الجوي إلى غاية يوم الأحد بحول الله. سيرافق هذا الاضطراب الجوي أمواج عالية خصوصا بالنسبة للبحر، فسيكون كثير الهيجان إلى قوي خصوصا في السواحل الأطلسية الممتدة من أصيلة إلى طرفية. ويتوقع بحول الله أن تكون هناك تحسن تدريجي في حالة البحر ابتداء من يوم الاثنين بحول الله. ولتخفيف من آثار موجة البرد والثلوج على الساكنة خاصة بالمناطق الجبلية بإقليم ظلال، إجراءات وتدابير استباقية تناولها اجتماع لجنة اليقظة والتتبع. والتفاصيل مع ياسر العمراني وعمر جليدي. للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لموجة البرد تم تعبئة مختلف مصالح القطاعات الحيوية لفك العزلة عن ساكنة المناطق المعنية بهذه الموجة. مجموعة من الآليات تم تعبئتها بهدف تسوية الطرق في حال انقطاعها بسبب تساقط الثلوج. كتهم بالخصوص 13 الآلية منها كاسحة ثلوج وكذلك آليات للرفع وكذا مجموعة من الموارد البشرية كمهندسين وتقنيين ومجموعة من السائقين الشاحنات الثقيلة. وهذه الآليات هذه كنوضعوهم في مواقع اللي قريبة للساكنة حيث أن تقريبا كاين المواقع اللي كتعرف تساقطات مهمة كنوضعو فيها يعني مجموعة الآليات. قطاع الصحة هو الآخر يحظى بالأولوية في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة التقلبات الجوية. وحدات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لساكنة القرى التي قد يصعب عليها زيارة المؤسسات الصحية. إنجاز ما يقارب 68 وحدة طبية متنقلة من أصل 227 أي ما يمثل 30% من الإنجازات. ثم بخصوص الأدوية تم توزيع الأدوية على المراكز الصحية. قطاع النقل والتجهيز وقطاع الصحة إلى جانب قطاعات حيوية أخرى كقطاع التعليم قدمت عروضا حول استعداداتها لموسم الشتاء في اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة الذي خصص لهذا الغرض. لمواجهة هذه الموجة قامت المديرية بتوفير حاليا بالمؤسسة التعليمية المعنية بموجة البرد بما يزيد عن 900 طن من الحطب، ومن بين الإجراءات كذلك المتخذة وهو توفير المواد الغذائية بالداخليات. وبالموازاة مع التدابير المتخذة والتدخلات المعتمدة ستبقى اللجنة الإقليمية لليقظة رهن إشارة الساكنة من أجل تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن موجة البرد. بدورها عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع المخاطر الناتجة عن موجة البرد بإقليم زاغورة اجتماعا خصصا لتدارس التدابير والإجراءات الاستباقية المتعلقة بمواجهة موجة البرد. ياسر العمراني وعلي النيوة. رغم وعورة تضاريس إقليم زاغورة فالأطقم الطبية لا تدخر أي جهد للوصول إلى المناطق الجبلية المتواجدة بالإقليم. سيارة إسعاف ووحدات طبية تقدم الدعم الصحي للساكنة وتساهم في فك العزلة عن هذه المناطق.
تكثيف عدد الوحدات الطبية وتنظيم قوافل الطبية. بطبيعة الحال هذه الوحدة الطبية كتشمل العديد من الخدمات، منها التلقيح، تتبع الحمل، التخطيط العائلي والفحوصات الطبية المتخصصة. نفس التعبئة يشهدها قطاع النقل والتجهيز، دور الآليات والمعدات يبقى محوريا في تسهيل الولوج إلى المناطق التي قد تتعرض لموجة البرد وتساقط الثلوج. قيام بصيانة الشبكة الطرقية وتدعيمها بعلامات التشوير، منها إعادة ضبط بعض العلامات وتقويتها في بعض المناطق التي تعاني من نقص، وهذا إن شاء الله استعدادا لمواجهة وفك العزلة على المناطق المحتملة أنها تكون معرضة للانقطاعات الثلجية. اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم زاغورة عقدت اجتماعا تم فيه التأكيد ومن جميع المتدخلين على الاستعداد التام لتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لمواجهة أي طارئ. قامت المديرية بتزويد كافة الداخليات والمطاعم بالمؤونة الكافية للزيادة في الوجبات الغذائية كما وكيفا والزيادة في السعرات الحرارية، أيضا كما تم توفير العدد الكافي من الأغطية، المجموعة من المساعدات، أفرشة وأغطية وأيضا مواد غذائية والإيواء عند الاقتضاض. وفي هذا الإطار تم يعني تأهيل وتجهيز جناح بدار الطالب أكدز. كنا كمجلس إقليمي توفير الآليات لفك العزلة وتحسين الولوج للدواوير. ويأتي هذا اللقاء تفعيلا للمخطط الوطني الشامل الرامي للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين خاصة بالمناطق الجبلية. وبإقليم فران تنظيم قوافل طبية، توزيع لحطب التدفئة وإيواء الأشخاص بدون مأوى، كلها إجراءات ضمن برنامج التدخل لفائدة الساكنة الجبلية للتخفيف من آثار موجة البرد. سمير أصبان وأحمد الفاضلي. عادت الثلوج لتكسو جبال إقليم إفران، وعادت معها متاعب الحياة اليومية بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية. موجة البرد القارس تجندت للتخفيف من أضرارها اللجنة الإقليمية لليقظة بإفران. موارد تقنية وبشرية عبئت لتيسير ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الأساسية. تم تجنيد جميع الموارد البشرية وتسخير مجموعة من المعدات اللوجستيكية أكثر من 70 آلية، حيث تم التوزيع ديالها على المناطق التي تعرف تساقطات ثلجية. عشرات من كاسحات الثلوج والجرافات صارت جاهزة للتدخل في عمليات فتح الطرقات وفك العزلة عن الدواوير المتضررة من سوء الأحوال الجوية. قامت المديرية باتخاذ جميع الإجراءات الاستعدادية والسباقية يعني بما فيها صيانة حظيرة الآليات وتوفير المواد الأولية اللازمة. الهدف الأول هو تأمين حركة السير وضمان سيابية حركة السير، إضافة إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق. جولات لوحدات طبية متنقلة ضمن برنامج تدخل اللجنة الإقليمية لليقظة لفائدة الساكنة القروية التي تجد صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية، هذا إلى جانب حملات مكثفة لإيواء الأشخاص بدون مأوى. مندوبية وزارة الصحة من خلال برنامج عمل لسطرته لهذه الغاية هذه اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية كتجي في إطار أولا تسخير جميع الإمكانيات بالمؤسسات الصحية من مستلزمات طبية وشبه طبية. عملت مصالحته المندوبية بإقليم إفران بتنسيق مع السلطات الإقليمية على توفير كل ما يتعلق بمواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية بالمنطقة من خلال توفير الحطب التدفئة وتعزيز التدفئة المركزية بالفحم الحجري وتوفير المواد الغذائية والألبسة والرعاية الصحية والاجتماعية والخدماتية. ما إن يبدأ موسم البرد حتى تشعل المدفآت داخل فصول الدراسة، التخفيف من تداعيات موجة البرد على المتمدرسين واحدة من أولويات برنامج تدخل اللجنة الإقليمية لليقظة.
قامت هذه المديرية بإنشاء خلايا لليقظة على المستوى المديرية الإقليمية والمؤسسة التعليمية التي بدورها تقوم بتنسيق أعمالها مع السلطات المحلية للقيام من طبيعة الحال بالإجراءات الاستباقية لحماية التلاميذ والأطر التربوية التي يعني قد تقرر توقيف الدراسة بعض الأحيان. وقامت كذلك هذه المديرية بتزويد الأقسام الداخلية بالمواد الغذائية والأفرشة اللازمة. البرد ضيف ثقيل على ساكنة المناطق الجبلية بإقليم إفران. في هذا الموسم يبدأون رحلة البحث عن حطب يعينهم على برودة الجو. هكذا وزعت على ساكنة منطقة البقريت نواحي إفران أفرنة متعددة الاستعمالات تمكن من الاقتصاد في استهلاك الحطب. يقوم قطاع المياه والغابات بتوزيع ما يناهز 700 فرن محسن على صعيد الإقليم متعدد الاستعمالات وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية. أزيد من 40 دوارا يستهدفه برنامج تدخل اللجنة الإقليمية لليقظة بإفران، تعبئة ميدانية مكثفة لعلها تخفف من تداعيات قساوة المناخ على المناطق الجبلية. إجراءات مماثلة على مستوى إقليم توريير تستعرضتها لجنة اليقظة وتتبع في اجتماع خصص للوقوف على التحضيرات والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة البرد. فرح سعف ورشد العتابي. 1270 أسرة تقطن ب13 دوارا منتشرا بتراب 5 جماعات قروية بالإقليم، تشملها هذه الخطة الرامية إلى التخفيف من تأثيرات موجة البرد والصقيع هذا الشتاء. بالنسبة لهذه السنة خصت المديرية 4 ديال الآليات العملية ديال إزاحة الثلوج، كذلك غيشارك في العملية ديال إزاحة الثلوج 3 ديال المهندسين، 4 تقنيين و5 سائقين إضافة إلى 5 ديال العمال. مندوبية وزارة الصحة قامت بتعبئة 10 وحدات طبية متنقلة، 3 منها تابعة لمندوبية وزارة الصحة بالإضافة إلى 7 وحدات تابعة للجماعات المحلية، هذا بالإضافة إلى الوحدة متنقلة. إضافة إلى هذه الإجراءات تم تحيين وتقييم قاعدة المعطيات السوسيو-اقتصادية للمناطق المعنية بموجة البرد. تمت تعبئة الوسائل اللوجستيكية والبشرية، منها إحصاء ساكنة الدواوير، كذلك تم تعبئة 14 عون سلطة، كذلك إحصاء النساء الحوامل وتتبع وضعيتهن، إحصاء الحاجيات من المواد الغذائية والأغطية ووسائل التدفئة. وتدخل هذه الخطة في إطار المقاربة الاستباقية التي تروم حماية المواطنين من تأثيرات الاضطرابات الجوية التي تعرفها المناطق الجبلية والنائية. رياضيا، فريق المغرب التطواني قص اليوم شريط البطولة الاحترافية لكرة القدم باستضافته فريق شباب المحمدية، لقاء انتهى بفوز شباب المحمدية بهدفين دون مقابل. ابتسام مدرس. بنفس جديد ومتغيرات عديدة، البطولة الوطنية الاحترافية تقص شريط انطلاقتها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والتي غيبت الجماهير عن المدرجات حتى إشعار آخر. المباراة كانت فرصة للترحم على روح الفقيد محمد أبرهون اللاعب السابق للمغرب التطواني. شوط أول للنسيان لم يسجل أي محاولة جادة للتهديف، وغابت الحلول عند الطرفين لاختراق الدفاع وإكمال مهمة التهديف، مهمة بدت مستعصية لدى المغرب التطواني حتى في أبسط المحاولات، وشوط أول انتهى دون أهداف. الشوط الثاني بدأ بمحاولة لشباب المحمدية يقطعها المدافع يوسف الترابي، ضغط كبير على مرمى التطوانيين وبحث جاد من جانب شباب المحمدية عن الهدف، سيتأثى ذلك من هجمة مضادة منظمة وانسلال جيد بين دفاع تطوان ليسجل اللاعب صلاح الدين إشاران الهدف الأول لشباب المحمدية. بعد تسجيل الهدف بدأت تظهر مساحات اللعب أمام شباب المحمدية لينجح في اقتناص ضربة جزاء والتي أكدها الحكم سمير القزاز بعد اللجوء إلى تقنية الفار، ليتمكن بعدها اللاعب إسماعيل المترجي في تسجيل الهدف الثاني لشباب المحمدية، وتنجح بالتالي كتيبة المدرب محمد أمين بن هاشم في تحقيق أول انتصار في بطولة هذا الموسم. ممثل مدينة الزهور الوفد الجديد على قسم الكبار يراهن هذا الموسم على التنافس ومقارعة الكبار، وبالتالي فإن نقاش تفادي النزول غير وارد أمام تشكيلة جديدة ومغايرة لأبناء فضالة.
إلى التذكير بالعناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان. من المعبر الحدودي القرقرات، أحزاب سياسية وطنية تعبر في بيان مشترك عن تجندها الدائم وتأييدها المطلق لجلالة الملك من أجل المحافظة على الوحدة الترابية. اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا تعقد اجتماعا توقف عند آخر الاستعدادات لعملية التلقيح التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة. ومجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالي لسنة 2021. نلقاكم غدا بإذن الله.